أكثر من 10 طلقات نارية أنهت حياة ابنة 26 عاماً أمام أعين أطفالها الثلاث في منطقة صحراء الشويفات. مسلسل العنف الأسري مستمر في لبنان تحت عنوان غسل الشرف. زينب زعيتر اسم جديد يضاف إلى لائحة الضحايا بعد أن قام زوجها وبدم بارد بقتلها أمام أعين أطفالها الثلاث، ليفر بعدها إلى مكان مجهول. المعطيات يعني اللي بعتقد اللي أغلبنا حصل عليها لحد الساعة هي إنه الجريمة هي من الجرائم المروعة يلي راحت ضحيتها زينب، وزينب اسم جديد يعني أضيف على اللائحة الطويلة من ضحايا العنف الأسري بلبنان. الواضح إنه تم قتلها بطريقة همجية عبر إطلاق أكثر من 10 رصاصات على جسمها، وصارت جريمة القتل قدام أطفالها الثلاثة يلي أكبر حدا فيهم ما بيتجاوز 8 سنوات. فكمان هيدا عنصر إضافي من عناصر إذا بدك اللي لازم التنبه لها بهذا النوع من الجرائم، خاصة لما نحكي عن أطفال عم يشهدوا على هيدا العنف الذكوري. بطبيعة الحال يعني طبعا مثل ما جرت العادة بباقي جرائم قتل النساء، المبرر للقاتل دائما جاهز ومعلب. فسمعنا تبريرات عدة، وسمعنا انه كيف تم اللصق القضية دغري انه هي قضية شرف، وهذا الشيء انعكس من خلال اذا بدك النقاش اللي صار من الجيران والاقارب، ومن خلال فيديو يعني للاسف هيك مقزز ومخيف انا برايي انتشر يوم امس لعائله الضحيه وخيها بالتحديد، ويلي عم يعتبر فيها انه تم غسل العار وهن انتصروا لشرفهم. فبالنسبة لإلي يعني جريمة زينب هي تشبه كثير من الجرائم اللي سبقتها، وأيضا التبرير لهالجريمة يشبه كل سياق التبرير الأبوي والذكوري لجرائم العنف ضد النساء. وبعتبر إنه هيدا نوع من أنواع الحرب المفتوحة على النساء وعلى حقوقهم وعلى حياتهم، وبيستدعي تحرك عاجل وفوري يعني. وبعتقد كل ماله الوضع عم يتفاقم سوء، واكبر مسبب او اكبر سبب لهذا الشيء هو سقافه الافلات من العقاب، انه المجرمين بيعتبروا حالهم فيهم يرتكبوا جريمتهم ويطلعوا بكل بساطه يقولوا شرف واضطرابات عصبيه وغيرها من القضايا، فالنساء بتدفع الثمن والمعنفين بيرجعوا بكفوا حياتهم طبيعيه. حسن زعيتر نفذ جريمته تحت حجه الشرف، لينتشر بعدها فيديو لشقيق الضحيه يبدو وكأنه يتشكر سهرة على قتل قطعة من لحمه ودمه بحجة غسل الشرف. فما حقيقة الفيديو وماذا يقول جيران الضحية؟ الواضح انه الخبرية الأحق هي الموثقة بالصوت والصورة، هو الفيديو يلي انتشر ويلي بيشير بشكل واضح إلى انه الأخ عم يعلن انه هو ما عنده مشكل مع القاتل، وبالعكس القاتل أخذ له بشرفه يعني حماله شرفه وغسل له عاره من خلال قتل أخته. وهذا مش موقف الأخ بس، يعني هذا كان موقف كل اللي متكتلين حوله من العائلة والداعمين له. فبعتقد هذا الموقف الأوضح. حسب تقارير القوى الأمنية أنه تليفونه كان مختفي من مسرح الجريمة، بس بالنسبة لإلي بغض النظر شاف صورة لإلها بحجاب أو بلا حجاب، أنا بالنسبة لإلي الالتهاء بتناقل هذا النوع من الأخبار هو كمان إعطاء تبرير إضافي للعنف وتبرير إضافي للجريمة. بعتقد دورنا الأساسي اليوم كلنا سوا أنه نجي نضوي على أنه هيدي الجريمة وما في ولا مبرر لإلها، لا أخلاقي ولا إنساني، ولا مفروض يكون في مبرر قانوني، لأنه بعدنا بنعرف أنه للأسف قوانيننا بتعطي أعذار تخفيفية للقتلة بالحالات يلي بيكون فيها ما يسمى بالشرف وغيرها من القضايا. فأنا بالنسبة لإلي لا يعنيني شو شاف على تليفونه، حان الوقت أنه نحن لما نقارب هيدي القضايا نقاربها من منطلق أنه لا يحق القتل ولا يحق التحكم بحياة وبأجساد وبقرارات وبتصرفات النساء من قبل أي حدا. يعني اليوم هيدا القتل يلي عطول منجي منبرره أنه
عم نأدب النساء وما التزمت أو خرجت عن بيت طاعتنا، هذا الشيء مش مقبول يعني بالنسبة لإلي. على طول الحجة حاضرة، يا جريمة ما يسمى بالشرف يا الاضطرابات العصبية. وأنا بالنسبة لإلي بشوف إنه هيدا صار شيء متعارف عليه، لأنه للأسف القضاء عم بيتساهل بهذه الملفات والأمن عم بيتساهل بهذه الملفات، وهيدي بتعطي أعذار وبتعطي حكم تخفيفي للقتلة. فبالنسبة لإلي كتير شيء بديهي صار يعني للأسف من خلال مراقبتنا لكل سياق جرائم قتل النساء من قبل، إنه يتم التحجج بهذه القصص. لازم اليوم نشوف تشدد قضائي وأمني بهذا الملف، وإلا رح تضل هذه الحجج هي مبرر يومي لقتل النساء. دائما ما يصبح الشرف إذن غطاء مطاطيا لكل جريمة تطال امرأة في مجتمع لا رحمة فيه ولا محاسبة ولا رادعة من القتل تحت مسميات كالحب والشرف.